اهلا بيك مره ثانيه يا كابتن ايمن. بعد انتهاء مباراه الاهلي والمقاولين بفوز النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء، ويمكن معانا بعد انتهاء المباراه حسن الشامي كابتن نادي المقاولين. يعني كابتن حسن، هارد لك النهارده، مباراه كبيره ويمكن اداء عالي طول الموسم، يمكن بنسبه كبيره قربتوا من المركز الرابع، لكن النهارده الهزيمه امام النادي الاهلي، يعني شفت المباراه ازاي في الملعب؟ طبعا الحمد لله، طبعا احنا ماشيين بشكل كويس جدا من اول ما الكابتن عماد جالنا الموسم اللي فات، من فريق بينافس على الهبوط لفريق بيوصل المركز الخامس وكان بينافس على المركز الرابع بقوه الموسم اللي فات من بدايه السيزون ده، واحنا الحمد لله في المربع ما بعدناش عن المربع خالص من اول مباراه لحد النهارده. النهارده بيلعب فريق الاهلي، فريق كبير، فريق الاهلي غني عن التعريف، لكن النهارده الدوافع مختلفه شويه والاداء مختلف شويه عند النادي الاهلي بسبب وجود مدير فني جديد. كل اللعيبه بتحاول تقاتل في الملعب وتثبت نفسها، وده اللي صعب علينا المباراه بشكل كبير، لكن الحمد لله ادينا مباراه جيده جدا قصاد نادي كبير. هارد لك لينا النهارده، ان شاء الله نقدر نعوض في المباراه اللي جايه، عندنا ثلاث مباريات ان شاء الله نقدر نحقق مكسب من اي مباراه فيهم، ان شاء الله نحافظ على وجودنا في المربع ونكون لينا دور ان شاء الله في الكونفدراليه باذن الله. يعني انا شايف كابتن عماد اجتمع بيكم بقى فور انتهاء المباراه في اوضه اللبس، يعني ابرز الكلام اللي كابتن عماد قاله لكم بعد عقب انتهاء المباراه. كابتن عماد عنده ميزه كويسه جدا، ان في المباريات اللي بنخسرها دايما ما بيجيش على اللعيبه، بيشكر اللعيبه وبيقول لكل لعيب ادى اللي عليه. عندنا مباراه بعد اربع خمس ايام هنركز فيها، هنذاكر فريق طنطا بشكل كويس، المباراه صعبه خارج ارضنا، هنحاول نقاتل فيها ونجتهد وناخد بكل الاسباب ان احنا نقدر نحقق مكسب يريحنا ان شاء الله، وما ننتظرش المباريات اللي باقيه. دايما الكابتن عماد من اول يوم موجود معانا فيه هو داعم لينا بشكل كويس جدا، بيساندنا في التوقيت ممكن يقرص علينا او يشد علينا شويه في التوقيت اللي احنا بنكسب وبيحصل تراخي، لكن طول ما احنا بيحصل دروب او مشكله في النتائج، لا بيبقى سبورت لينا بشكل كويس جدا وبيساندنا وبيدعمنا بشكل كبير جدا. شكرا كابتن، بالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله. شكرا. كابتن ايمن، دق لقائنا مع حسن الشامي كابتن نادي المقاولين عقب انتهاء المباراه. يمكن من خلال متابعه المؤتمر الصحفي الكابتن عماد النحاس عقب انتهاء المباراه فورا كان اتكلم كويس جدا عن النادي الاهلي، قال النادي الاهلي نادي كبير قدم مباراه كبيره واستحق الفوز النهارده. يمكن كان هدف الثلاث نقاط والتقرب خطوه للمركز الرابع وضمان المركز الرابع، لكن ما قدرناش نعمل دوت، واشاد جدا بالنادي الاهلي. يمكن اتكلم كمان احد الصحفيين، ساله عن هل حد فتحك في مفاوضات لتولي مهمه النادي الاهلي في الفتره الاخيره، فقال اللي اقدر اتكلم فيه بس في الموضوع دوت ان احنا في مدير فني موجود في النادي الاهلي كلنا خلفه، واهم حاجه لكل ابناء النادي الاهلي هي مصلحه النادي الاهلي اولا واخيرا، وكلنا وراء مستر موسيماني في الفتره الجايه، وان شاء الله يكون التوفيق حليفه ويحقق بطوله افريقيا. واتكلم عن النادي الاهلي وقال انه كان احق بالفوز النهارده، وقال ان شاء الله ان عندنا فرص في المباريات القادمه ان احنا نقدر نحقق الخمس نقاط اللي محتاجينهم ونحصل على المركز الرابع. دي كانت الاجواء هنا كابتن ايمن، وتواصل معاك في قادم المواعيد.